كابتن عادل ألف مبروك. أولا الله يبارك فيك يا كابتن. في حاجة مهمة أنا عايز أقولها. اتفضل. هو ليه النادي الأهلي كبير؟ في شوية ثوابت كده في النادي الأهلي اتعلمناها على مدار أجيال كلها. رقم واحد روح الفلن الحمراء. طب أنت ليه بتجيب جون دائما في الوقت الضايق بعد التسعين؟ هل دي بتبقى صدفة؟ لما تعملها 50-60 مرة صدفة؟ لا، علشان انت عندك اصرار وتربيت عليها وبتشتغل عليها طول الوقت. طيب ليه احنا طول كل الماتشات احنا بدت الفرق اللي قدامنا حقها علشان تكسب؟ لانك انت التعادل والخسارة بالنسبة لك كارثة، عشان انت كده كبير. انت فاهمني؟ فطول الوقت لازم يبقى فيه جدية في كل حاجة، واحترامك لجميع الفرق، واحترامك لجميع الفرق بيؤدي لاحترام نفسك انت. لانه الناس لازم تعرف حاجة مهمة، النادي الأهلي كل الأندية اللي بتلعبها حتى الأندية الأفريقية يا كابتن بيبقى يوم عيد بالنسبة لها إن يكسبوا النادي الأهلي. ده في مدربين بيقعدوا يدربوا سنة أو سنتين في الدوري، عارف عشان إيه؟ علشان كسبوا الأهلي. أنت فاهمني؟ فعشان طول الوقت أنت مهدد، طول الوقت أنت ده اللي بيخليك أنت بطل. تعمل حسابك على كل فرقة، تعمل حسابك على كل مباراة، تقفل. انت بتقفل يعني احنا وصلنا للنهاية. انا متأكد تماما، انا متأكد، بص انا قاعد معاك هنا في الاستوديو، انا متأكد تماما اللي موجود في الجزائر مع الفرقة الكابتن سيد عبد الحفيظ اول كلمة هيقولها لهم ايه؟ شكرا، انسوا، احنا عندنا فاينل. مش عندنا فاينل، لا، هيقول لك عندنا الدوري، وبعد الدوري هيقول لك عندنا الفاينل. ما هو التحضير ده والاستراتيجية اللي انت شغال فيها دي هي اللي بتأهلك انك انت تبقى بطل. لا طول الوقت انك انت لو استهترت باي فرقه او استهترت باي نتيجه. يعني انا من كل يعني سعيد قوي ان انا ما طلعتش خسران في قبل نهائي افريقيا، لان بعد البطولات في تاريخ، انت بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي ما تغلبش من سطيف مثلا. انت فاهمني؟ ده اللي هو كان جوانا. وانا ما زلت بقول انا لو كسبان هنا 10 وهروح العب اقل فرقه في العالم هعمل حسابها وهبقى مديها حذر وهشتغل بكل الروح وبكل القوة. ما عنديش أنا الحتة بتاعت إن أنا أبقى هادي دي ومطمن جواك. أنت كلاعب عندك ثقة في نفسك وثقة في ناديك وفي تدريبك وفي شغلك، لكن في حاجات في الكورة لازم تحترمها، لازم تحترم أحكامها. أحيانا الكورة بتقسى على ناس كتير. يعني إحنا بنتكلم على طيب باريس سان جيرمان لما كان بيلعب ببرشلونة وكان فاضل 6 دقايق وعاوزين برشلونه هيجيب في باريس سان جيرمان احسن لعيبه في العالم، كانت باريس سان جيرمان يجيب فيهم 3 اجوان ويخرجهم من بطوله افريقيا. ريال مدريد مع المان سيتي افضل دلوقتي، افضل فرقه في العالم المان سيتي، في اخر 3 دقايق ريال مدريد اقصاهم ولعب في النهائي مع ليفربول، هيلعب مع ليفربول في النهائي. ده في قد ايه؟ في 4-5 دقايق. ريال مدريد في المباراه دي ما كانش شايفه، ما كانش كويسه، لكن في اخر 5 دقايق واخدين على الروح ده. احنا بنمثل الامر ده، الروح دي، الجدعانه دي، صح. القلب ده. يعني انا عاوز اقول لك انا كتير جدا يا كابتن ايمن براهن على روحنا، وبراهن على لون فلنتنا، وبراهن على جمهورنا، وبراهن على تاريخنا كابتن. والدليل طول الوقت. والدليل بطولاتك، انجازاتك، طبعا ارقامك، طبعا. على فكره التاهل ده للنادي الاهلي، التاهل للنهائي للمره ال 15 في تاريخك، كسبت من 15 10 ان شاء الله ناخد، او من 14 ان شاء الله، وان شاء الله ناخد اللي جايه باذن الله، تبقى المره ال 11 باذن الله. ده ما حدش بيحققها غير النادي الاهلي. ما هو الفريق كبير. النادي الاهلي على فكره، النادي الاهلي مش كلمه، النادي الاهلي فعل وشغل. يعني بمعنى ايه؟ يعني ناس كتير قوي النادي الاهلي بيكسب، كلمه المكسب دي الناس تقولها سهله. مزبوط. انت فاهم؟ لكن النادي الاهلي عشان يعملها بيعمل ايه؟ بيشتغل كتير قوي، وبيشتغل وبيشتغل. ما هو ده الفرق ما بين نادي الاهلي واي نادي تاني في في المنطقه كلها، مش في مصر بس. صحيح. يعني بكلمك في افريقيا وفي المنطقه كلها. مظبوط. مين اللي عنده استمراريه دايما؟ هو النادي الاهلي. البطل. ليه عنده استمراريه النادي الاهلي؟ مش طب احيانا بيجي عليك وقت بيبقى عندك مجموعه من اللاعبين عالي قوي وجيل عالي قوي وجيل متوسط، لكن يبقى حاجه واحده بس، هي الروح. بالظبط. وروح فلنه النادي الاهلي. صحيح. علشان كده احنا مبروك اولا وصلنا للنهائي بدون ما في قبل النهائي ان احنا ما اتغلبناش، اتعادلنا وعملنا نتيجه عريضه هنا في مصر، وان شاء الله نتوجها
في اي مكان هنلعب فيه باذن الله ربنا.